شكرا سيد الرئيس. اولا كنشكر الساده الموظفين على التنوير والتوضيح. انا السؤال ديالي كان واضح، ما هي المشاريع المنجزه ولا اللي غادي تنجز من طرف الجامعه ديال الناظر؟ الى جينا نهضروا على الدعم ديال المبادره ولا المشاريع اللي كتنجزها العمره، هذاك الشيء شيء اخر. انا كنهضر على المجهود اللي داروا الرئيس والكتب ديالو باش يجيب اعتمادات باش ينجز مشاريع كبرى في المدينه، طرقات، الصرف الصحي، هادو هما المشاريع الكبرى اللي كيستجد بغينا نجدوهم في الملايين ديال الدراهم. راه عيب وعار باش تهضر ليا على المدينه ديال الناظور، تهضر ليا على مشروع ديال 200,000 درهم ولا 300,000 درهم. شفت جماعات اخرى صغار على المدينه، اول العمل كيكون الدراسات. انا حبذا هاد الفلوس اللي ضاعت ضيعوا الجماعه 200,000 درهم 700,000 درهم، حبذا لو كانت دراسه شامله حتى ثلاث سنين ديال الولايه السيد الرئيس، دراسه شامله بالمشاريع اللي غنمشيو نتعاونوا عليها كاملين باش نمشيو نجيبوا الدعم ونجزوها. اما المشاريع اللي غادي تجيب المبادره او العمره هذه كتعطي جميع الجامعات. والسؤال ديالي كان واضح، إذا هضرنا على هذا الشيء السادة الموظفين اللي درنا الطريق لهيه بالمبادرة الوطنية ودرنا الطريق لهيه بالعمرة، ودار المجلس الإقليمي راه دار مشاريع في المدينة، وذكروه راه متابعين الجامعة، علاش ما ذكرتوهمش؟ حي إبونا أزيد من 14 مليون ديال الدرهم دارته المجلس الإقليمي لصالح المدينة، الإدارة العمومية أزيد من 12 ديال المليون ديال الدرهم لصالح المدينة، كيما ذكرتوا هذه المشاريع ذكروا هذا المشروع، راه ديال المدينة ماشي ديال المجلس الإقليمي ولا ديالي ولا ديال السيد الرئيس. إلا هضرنا على المبادرة. والسؤال ديالي مرة أخرى، أنا كنت حبذا باش تعطي لي 2 مليون ديال الدرهم واللي راه دارتها الجامعة وهذا الشيء اللي عندنا. أما التخلية المشاريع ديال المبادرة والعمرة هذا راه معروف وكنشوفوا اليوم الساكنة كتنتظر للجامعة والسيد الرئيس باش يوفي الوعود ديالو اللي كان كيدير الانتخابات. حقيقة وعدنا جميع الناس وحنا مسؤولين على الوعود ديالنا كنديروا شكل تنستطيعوا، ولكن العمل ديال الجامعات ماشي هكا كدار. سمحوا لي كما قال السي محمد الزدوح، حنا كنتعاونوا بالافكار ونتعاونوا باي حاجة أخرى. الدراسات وثم الدراسات، الوزارات المختصة، وزارة التجهيز، وزارة الداخلية، وزارة السكنة، ما تعطيكش فرانك درهم إلا ما عندكش دراسات منجزة. هاد الفلوس اللي خصنا على المشاريع الصغرى حبذا لو كان درنا بهم دراسات كبرى شاملة وقد سدت، ولكن في السنين الجاية إن شاء الله نكون جبنا الاعتمادات ونستمروا في العمل. وشكرا جزيلا. شكرا سعيد. في إطار رد الجواب احنا مشينا باختصار باش نوضحوا ليكم زعما جميع المشاريع اللي درناها، ولكن هذوك المشاريع اللي كتهضري عليهم الصغارين كاين مشاريع كبارين الحمد لله اللي دار فيهم المجلس مجهودات كبيره. بالنسبه للدراسه ديال السي سعيد، عندنا الدراسه ديال الناظور كان، وخير دليل هذا 4 المليار و500 اللي جات لحي ولاد بوطين، راه ما جاتش عن فراغ، راه جات بالاتفاقيه، راه جات بالدراسه، تحديد الشوارع، تحديد المساحه، النقص اللي كاين في واد الحار. وراه حنايا ما كنجيوش على هاد 4 المليار و500، كاين اتفاقيه اخرى اللي غتشمل شارع وسط المدينه باش نجملوها فيها 2 المليار و600، شارع الشيخ الملكي، شارع يوسف المكشفي، شارع ومن هذا المنبر هذا حنا ما كنخبص ما كنبخسوش المجهودات ديال شي حد. كنشكر المجلس الاقليمي على المجهودات اللي دار، ولكن كان واحد التجاوز هناك السي سعيد مع كل احتراماتي، ماشي ما بغيناش نذكروا المجهود ديالك، المجهود ديالك باين ونعترفوا به. هاد الدور اللي كيدار هنا في المدينه المجلس الاقليمي اللي كنديروا حنا ما غاديش نذكروا، ولكن السي سعيد اسمح لي بالنسبه لي بوناف السي سعيد مشيتي درتي مشاريع بلا ما تخبر البلديه، بلا ما نعطيوك الموافقه، لان الا درتي شي طريق ولا شي حاجه غنصبحوا في المشاكل اللي كان كيهضر عليها السي رشيد دابا. غيجي لك واحد يقول لك خلص ليا الارض، خلص ليا هذه. كاين مجهود وكاين مشروع اللي غيداه
ديال 13 المليار ان شاء الله غدير فيه المحطه الطرقيه 13 المليار، وكاين فيه هاد المشاريع هذا ديال 2 المليار و600 اللي طرق به البرنامج ديال 2018 2021، دراسه موجودين، كل شيء موجود. غير واحد المغالطه للاخوان، راه العمره ما كتعطينا والو، احنا اللي كنعطيو الفلوس للعمره. العمره راه الناس مشاو غالطين، العمره راه كتدي 5% من الفلوس اللي كنعطيوها احنا. غير حنايا بغينا نبعدوا المسؤوليه علينا، هذا الشيء ديال الصفقه وهذا الشيء ديال التتبع ديال العمل بغينا نعطيه العمره، لان عندها التجربه بهذا الشيء هذا. نقطه، رجع السطر، العمره ما كتعطينا فرانك، العمران بالعكس كتدي معنا الخدمه اللي كتخدم ديال المهندسين وديال الاخر. وكنتمنى ان شاء الله باش نتعاونوا جميع من اجل هذه المدينه هذه، باش ان شاء الله غيكون فيها واحد الاشعاع. حنا ما بغينا نكرو الخير ديال حتى شي واحد، اللي درتيه راه غنعترفوا به نقولوه، هذا امر عادي. ولكن حتى نتوما الا درنا شي حاجه زعما في اطار تفاهم وتشجيع بيناتنا، تنتوما تقولوا بان هذاك الشيء دار باش نتعاونوا على المدينه ديال الناظور. وان شاء الله هاد 3 سنين اللي بقات الا بقينا، لان القانون راه ما عرفنا غنبقى ولا ما نبقاوش، باش نتعاونوا جميعا ان شاء الله نمشيو لقدام الناظور. وشكرا. بالنسبه للعراقيل سي سليمان، خد ديك العراقيل.